إخواني أخواتي متتبعي قناة العين ديفي، أهلا وسهلا بكم. إليكم هذه الأخبار الرياضية المتفرقة. ابن أسطورة تاريخية للمغرب مرشح لخلافة أملاح مع منتخب الأسود. يواصل وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم سعيه لتعزيز صفوف أسود الأطلس بلاعبين جدد استعدادا للاستحقاقات القادمة على رأسها بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. وكشفت صحيفة العربي الجديد كما أورد ذلك الموقع انفو سبورت أن نائل العيناوي لاعب فريق لانس الفرنسي دخل دائرة اهتمامات الناخب الوطني للمرحلة المقبلة. وأوضحت الصحيفة أن الركراكي كلف أحد مساعديه في الجهاز التدريبي بإعداد تقرير فني شامل حول مردود اللاعب العيناوي لتقييم إمكانياته وقدراته للانضمام للمنتخب الوطني. وأشارت العربي الجديد إلى أن العيناوي أصبح مرشحا بقوة لخلافة سليم أملاح في خط وسط المنتخب الوطني بعد رحيل الأخير عن نادي ستاندر دولياج البلجيكي. مفاجأة كبيرة، الركراكي يعيد أسطورة هجومية للمنتخب المغربي. يواصل وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم البحث عن أسماء جديدة لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لمعسكر شهر مارس الجاري الذي سيشهد خوض مباراتين وديتين ضد موريتانيا وأنغولا. وذكر موقع لدوزما أن الركراكي يسعى بشكل جدي إلى ضم قلب هجوم قناص مجرب يقود المنتخب خلال السنة ونصف المقبلة استعدادا لكأس أمم إفريقيا المقبلة. وكانت ألكان الأخيرة قد أظهرت تراجعا في مستوى العديد من لاعبي خط الهجوم مما دفع الركراكي للتفكير جديا في إعادة بعض الأسماء من الحرس القديم. وتشمل الأسماء المقترحة حسب مصادر إعلامية متطابقة كل من يوسف العربي هداف فريق أولمبياكوس اليوناني ونور الدين مرابط مهاجم إيك أتينا اليوناني اللذان غاب عن المنتخب الوطني لسنوات. كما يعد عبد الرزاق حمد الله مرشحا للعودة لحمل قميص المنتخب الوطني بعد تألقه الأخير مع نادي الاتحاد السعودي. بالإضافة إلى ذلك يضع الركراكي ثقته في يوسف أنصيري ويعتزم إعطائه فرصة جديدة للدفاع عن حظوظه في كسب الرسمية داخل فريق الأسود. رسميا إبراهيم دياز يختار تمثيل المنتخب المغربي. أكدت العديد من التقارير الصحفية أن نجم نادي ريال مدريد إبراهيم دياز أعطى الضوء الأخضر لمسؤول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الضوء الأخضر من أجل وضعه في قائمة أسود الأطلس قبل المباراة المنتظرة التي تجمع المنتخب الوطني المغربي بمنتخب أنغولا وموريتانيا في 22 و26 مارس الجاري على ملعب أكادير الكبير. وأكد موقع انفو سبورت استنادا إلى مصدر مسؤول رزين في الاتحاد المغربي لكرة القدم أن فوز القجع منح المدرب وليد الركراكي موافقته من أجل وضع اسم لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز في قائمة المنتخب المغربي بهدف توجيه دعوة رسمية إليه ومراسلة فريق في الأيام القليلة القادمة. وعرفت الأشهر الأخيرة تطورات جديدة ما جعل المنافسة تشتد بين الاتحادين المغربي والإسباني من أجل الظفر بخدمات هذا اللاعب المتميز. بامبي وأشرف حكيمي في فريق واحد ألا وهو ريال مدريد، هذا ما تقوله الكثير من المصادر الإعلامية الرياضية. كشف البرنامج الإسباني شيرينغيتو أن النجم الفرنسي كيليان بامبي طلب من إدارة ريال مدريد ضم النجم المغربي أشرف حكيمي إلى صفوف الفريق وذلك قبل انضمامه هو نفسه إلى النادي الملكي. وطلب مبامبي من إدارة الريال بذل مجهود كبير لضم الظهير الأيمن المغربي ولاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي وذلك نظرا للصداقة القوية التي تجمع بين اللاعبين. وكانت تقارير إخبارية قد أكدت أن إدارة ريال مدريد ستعمل على ضم حكيمي للفريق في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع الفريق الباريسي صيف سنة 2026. وتأتي هذه الخطوة من بامبي لتعزيز هجوم ريال مدريد وتكوين جبهة هجومية قوية مع حكيمي، خاصة وأن اللاعبين يتمتعان بتفاهم كبير على أرض الملعب. شكرا لكم وإلى فرصة قادمة بحول الله.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.